الناس اللي سولوني على كيفاش نعرفوا الضلوع واش مغوصين ولا لا، حيت الا كانوا الضلوع مغوصين كيكون عندنا ضيق تنفس، الشهيه ما كايناش، يكون عندنا مشكل الام في الصدر، وكتكون حتى الشكل ديالنا ما ماشي طبيعي. تبعوا لي الفيديو كيفاش نهزوا الضلوع، كيفاش نعرفوا واش عادين ولا لا، نشوفوا ان شاء الله من خلف الظهر ومن الامام. ما تنساونيش كيما كان ما كنساكمش انايا، لي لايك كومونتيرات زوينين. اللي كيسول عليا فين كاينه، انا كاينه في مدينه اليوسفيه، عاود ما قلت انا الناس ديال الحمار مرحبا بكم اليوسفيه، نخليكم الرقم ديالي ان شاء الله، مرحبا فهمتوني. يلا تبعوا لي الفيديو من الاول حتى الاخر غير باش تعرفي ولدك ولا بنتك ولا انت شخصيا عندك مشكل في الضلوع مقوسين، يعني محنيه. طريقه سهله يعني، راه ما كاين ما سهل منها، ما محتاجاش شي حاجه فهمتوني خوتي. من غير اللي بغى يجي عندي مرحبا. السلام عليكم ورحمه الله. ان شاء الله تمنوا تكونوا بالف خير. الاخت الكريمه اللي طلبت مني كيفاش نشوفوا الضلوع واش مقادين، هبط الكريشه هنا البطن عندنا عاديه. بزاف الشباب الشابات الاطفال دائما تيحسوا بواحد القهمه، يعني دائما ما باغينش ياكلوا. كنقول لوليد ديالنا ينعس على ظهره ويمص الكريشه، هادو هما الضلوع العاديين. شوفوا تبارك الله هانتوما، هادو هما الاسفل ديالهم على الصرة، وهذا هو الشكل العادي ديال، يعني ملي كنقول لوليد مص الكريشه اولا شفط وما تيبانوش ليا الضلوع، نعلمو غير بوحديتو بلا ما تشفط الكريشه، تشد هكا وشد الاخر هكا، لا لا من هنا هكاك هكاك، نعلمو بوحديتو. دابا الوليد ما محتاجش نشد من هنا، ولكن قبل كنديرو زيت الزيتون. هادي هانتوما، قبل كندير واحد قطره ديال زيت الزيتون او زيت اي زيت عندنا وصافي. عوض انا غنديرها غنالم الوليد، لانه ماشي ساهله باش اول مره كنهزو الضلوع كنعلمو بوحديتو من نهار رياضه من هنا يتعلم. حط يدك هنا، اجي من هنا من هنا، كنمشي غير بشويش ديال الاخرى، كيشفط الكريشه وكيمشي. يلا بحال غتجر الضيعه ديالك ها نتوما، كيمشي غير بحال هكا، كيمشي غير بحال هكا وكيطلع هكا وكيدير بحال هكا وكيطلع بحال هكا. في الاول كيحس بالالام، ولكن من بعد عادي، واحد 4 دقائق ولا 5 دقائق ولا على حساب الجهد ديالو صافي، وكينوض في حالته. وضروري تجبدوا ليا على الباب، ضروري شويه الرياضه تجبد على الباب كل يوم بحال هكا، حتى كيحصل لينا على قفص مزيان. ونعلموا الوليدات نفس الصباح قبل ما يفطروا حركات رياضيه مع شهيق، ونخلوه شويه شم الهواء واسي من نيفك، وجمعوا الهواء في صدرك هانتوما. شوفوا القفص الصدري كيفاش، منا غيدخل الاكسجين، منا رياضه للتنفس، يعني القفص الصدري. الوليدات اللي كينهجوا كيسخفوا، حتى الكبار يعملوها فهمتوني. وما تقارنيش ليا ولدك مع اي واحد اخر، نفس العمر وكيكون هذاك الوليد زايد في الوزن ولدك ضعيف. نعالج المشكل، عوض نقارنو نعالج المشكل، نشوف المشكل هنا. كاين الخميره البلديه، كاين الجبن طري، كناخذو اللبن، كناخذو اللبن وكنخليوه حتى 3 ايام خارج الثلاجه، يعني في المطبخ عادي درجه الحراره عاديه، حتى كيتعزل لينا الماء واللبن. ومن ديك الساعه كنديروه في قطعه الثوب. شنو غنشاركو معاكم، عندنا بكتيريا نافعه. وكنشوف الوليد اللسان ديالي، حل اللسان ديالك، الا كان بيض بيض راه كاين مشكل في الامعاء، كان هنايا شويه الحميرار راه كاين مشكل في الامعاء. نتهلاو في وليداتنا، عادي نكون انا مراقبه وطبيبه في نفس الوقت لوليداتي، بانت هي شي حاجه ماشي هي هذيك، راه ماشي استشاره طبيه ما نخسر حتى شي حاجه. لان كيكون مشاكل من الامعاء الوليد كيكبر، كيكبر ضعيف، كيكبر كما تنقولوا راشي. العلاج راه كاين في البيت ديالكم. هالطريقه هذه ديال رفع الضلوع نعملوها مثلا 3 ايام في الاسبوع. شوفوا هنا الشكيه، انا علمت وليد ديالي يخدم بوحدو هانتوما، منها كيدخل الهواء ومنها تيطلقو، كيجمع الاكسجين، وكان يعني ترويض للرئتين رياضه، ومنها كيبقى عنده الاكسجين يعني في الراس، الدم في الجسم كامل كيستافد منه.
البدن برحمة الله، يعني راه أبسط الأمور نعيشوا بها، نتعلقوا في الباب، ناكلوا أكل صحي. ملي كنشوف الوليد ديالي نحيف الطليعات ديالهم مقوسين داخلين، راني وريتكم. كاين تاني واحد المشكل، هو أن كيكون الضلوع بارزين بزاف، يعني واقفين الوليد متكي كيكونوا، ها هادوك خصهم يتحزموا شي شوية. شي نهار نشارك معكم الطريقة، ومرة مرة ما فيها باس نضغط، إذا كان الوليد عنده القبط نديرها، إذا كان عنده الإسهال ها نعلمو وليداتنا عرقسوس. عرقسوس راه مفيد مطحون، فهمتوني؟ كما كتعلموا دابا الوليد انا خدام معاكم، هو كيخدم بوحدو لاني وريته كيفاش، منها كيشد العضل ديال البطن، منها كيحمي صدرو. وردوا البال وليداتنا ما يتقوسوش، راه خطأ. قاعد لي الظهر دخل ظهر بحال كالوليد بحال، ويشم الهواء، شم الهواء، دخل الهواء من نيفك. شفتو سبحان الله العظيم كي كيوقع، هادي ممنوع، هادي نحضي وليدي هكا رياضة. نتهلا في وليداتي ونتهلا في راسي، صافي جلس رجع لبلاصتك. منين نشوف الوليد ديالي مقوس، لا ما نخليش مقوس، منين نشوف الضليعات حتى التقويسة اللي كي بحال هكا مقوسين كيكتبوا ومتكين كيتفرج كياكل، مع المدة كيتغوصوا لي الضليعات، كيعود عندنا آلام، كيعود دري كيتمشى كيدور جنبه، كيبغي يكتب كيدور جنبه، كتلقاي الوقت فات، نبادر بالوقت يفيق في الصباح، خصوصا ديك كتكون السبت والحد مثلا، الوقيته ديال السبت والحد ما تيكونوش يقراو، نغتنم الفرصه قبل ما يفطر نعطيه مويه وعسل، هذا بطبيعه الحال ما كانش السكر، الله يشافيكم ويعافيكم. يتجبد على الباب حتى الله الطرق، يدير حركه رياضيه، يشد الضليعات ديالو حركات تسخينيه ويدخل يفطر. باش غيفطر يفطر بشي حاجه صحيه، الخميره البلديه ما تخطاكمش من الخبز لان فيها بكتيريا نافعه. الوليدات اللي كيجيهم الوجع في البطن دايما كيغوت، عنده الحريق هنا، شويه عرقسوس مع ما طيب كيدفق يشربه، مهم ومفيد وبنين وقاتل الديدان وقاتل الجراثيم، ماشي قاتل، المهم كيهنينا من الوجع، لان ربي عاطينا بكتيريا نافعه وضاره، خاص ما تكونش البكتيريا الضاره اكثر من النافعه. اللي عنده الوجع شويه الزعتر، كروية، الكامون، هادو يكونوا عندنا. القزبر حبوب، ولدك فطر يعطيه شوية ديال القزبر هكا مع الماء، شوية هكا مع الكامون، غير يهز صبيعاتي. الزعتر نحكو نعطيه يشربو، كيف فطر نعطيه هادشي ويمشي لمدرسته، يعني واخا ياكل شي حاجة مثلا غلط وضرته في كريشتو، راه عنده خدا واحد المكون اللي هو طبيعي. ومرة مرة نعمرو وليداتنا غير بقمتك اتاي بالزعتر، زعفران شعره، ما نكتروش بطبيعه الحال اي حاجه، ما نكتروش منها، فهمتون؟ صافي هادشي اللي كاين. الجبن راه تحضروه في البيوت ديالكم ساهل، شي نهار نشاركو معاكم. هذا ما كان الخوت، انا اليوم دويت لكم على الضلوع ودويت لكم على مشاكل الامعاء، حيت الوليد من الصغر كيكبر مع هذا المشكل، كيقول ماما فيا الوجع ما كانت، كتقول لي عادي عادي، حتى كيعود عندنا قولون، كيعود عندنا بومزوي، كيعود عندنا جراثيم ضاره، كانديدا، كيعود عندنا التهاب. شنو غندوي لكم على العلك الصحراوي، العلك او الصمغ العربي، راه مهم يكون عندكم في البيوت. يلا ما تنسونيش، عفانا وعفاكم الله، اتمنى لكم التيسير وراحه البال.